دكتور، يعني قعدنا لفترات بنتابع العديد من الاتفاقيات اللي وقعتها مصر مع اليونان ومع قبرص في الفترة اللي فاتت. ايه اللي ممكن يكون مختلف هذه المرة في هذه الاتفاقية؟ لا، هو الحقيقة ده بيجي في إطار، يعني قدام حضرتك دلوقتي خريطة لترسيم الحدود، وده خط المنتصف بين في الحدود البحرية بين مصر وقبرص، وفي خط آخر بين قبرص وإسرائيل، وخط ثالث بين قبرص ولبنان. الحقيقة مصر وقبرص واليونان بتجمعهم علاقة وطيدة جدا وشراكة مميزة ظهرت بصورة لافتة للنظر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة عام 2014، وده انعكس على تعاون، انعكس على عقد عديد من القمم الثلاثية بين الدول الثلاث، وزيادة في التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومحاربة الإرهاب. هناك تعاون سياسي، تعاون دبلوماسي، في مشاركة في العديد من المشروعات. فبتيجي هذه الاتفاقية لتستكمل مسيرة التعاون بين الدول الثلاث. أيضا كان هناك نتيجة لهذا التعاون وتطوره إنشاء منتدى غشر المتوسط، دي يعني نقطة في غاية الأهمية.